يا صباح الفل عليكم، واهلا وسهلا في حلقه جديده من مطبخ الحياه. ان شاء الله وصفات النهارده تعجبكم، وتكلمونا على الفيسبوك على الحياه تي في دايما، كلمونا على بوست الحلقه وقولوا لنا اخبار وصفات ايه معاكم وطلعت معاكم ازاي، وانا متاكده انها هتبقى حلوه ان شاء الله. النهارده هعمل صينيه سمك بالزيت والليمون. الوصفه بسيطه ومقاديرها بسيطه جدا. مقاديرنا ايه؟ سمك بوري، هستعمل سمك في حدود كيلو كيلو وربع، 4 معالق زيت، معلقة كمون، معلقة شطة، معلقة ملح، فلفل رومي وطماطم، جزر مبشورة، ثوم وليمون. أول حاجة، أنا عارفة إن في ناس بتحب البطن تبقى مقفولة، بس أنا بحب أفتح البطن عشان أحب أحط التتبيلة من بره ومن جوه، وبحب برضو أغزه بالسكينة كده علشان التتبيله تخش جواه، لان بيدي طعم للسمك حلو قوي. بس في ناس ما بتحبش ان هي تفتحه، بتعمله زي ما هو ولا بتعمل شرايح كده في الجنب. السمك كله، السمك الصغير بيبقى طعمه حلو، ما بيخش وقت في السوى. الناس الكيفة يعني هي بتحب ايه، تقعد بقى ايه تمزمز فيه. و ادي اخر واحدة، 3 فتحات بس. هجيب بقى ملح وفلفل، وهجيب الزيت بتاعي، وابتدي الصينية. هفرش فيها خضار، جزر، طماطم، فلفل رومي، بفرشهم تحت السمك وبيستووا معاه، وبيبقى طعمه حلو قوي. يعني الخضار ده بيتاكل في الاخر، لو هتاكليها مع رز او مع عيش بيتاكل، بيبقى طعمه حلو قوي، انه بيبقى شارب كله من التتبيله اللي ايه عملناها للسمك. خلاص، ده اول حاجه. على ورقه الزبده بحط ايه الخضار اهو، وبيدي كمان ريحه ونكهه حلوه قوي للسمك. هاجي بقى اعمل التتبيله بتاعتي، فلفل حراق مفروم ناعم، جزر مبشور، وفلفل رومي. عايزه تحطي كزبره خضراء بتبقى حلوه، وادي الثوم والشطه وكمون، احط ملح، فلفل اسود وزيت، وهحط عصير ليمون، بس هخلي شوية عصير ليمون للآخر كمان. والتتبيلة دي هحشي بيها بطن السمكة، عشان كده بقول لكم أنا بفتح بطنها وانضفه علشان أحشيها بالخلطة دي. بحشي السمك بالخليط أهو، بحشي السمك بالخلطة اللي عملتها. طبعا السمك قبل ما اشتغل فيه ببقى دعكاه ومنضفاه، وحطاه له ملح وفلفل وعصير ليمون شوية حلوين كده قبل ما احشيه. يعني زي ما كده اي اعمل فراخ ببقى منضفاها وحط لها خل وليمون وملح وفلفل. مش لازم نقول حاجة زي كده دي، لان دي من الاساسيات اللي قلناها كتير اهو كده اهي لغايه الراس. خلاص، بعد كده اهو باجي احط السمك بتاعي، وحاجة
هحط له عصير ليمون. وشوية زيت. وبغطيه. ما فيش دقايق. بغطيه. كاني بعمل ورق السمك. وبدخله فرن سخن على 200 10 دقايق بس. بعد 10 دقايق بكشفه وبخليه يتحمر. مش عايزه اقول لكم طعمه حلو ازاي. اوكي اهي. يبقى بحطه 10 دقايق الفرن، ابقى مسخناه من الاول الفرن سخن على طول، السمك ما بياخدش وقت. وخدي بالك علشان ما يتهريش قوي منك، 10 دقايق في الفرن وبعد كده بكشفه عشان يتحمر، بيطلع خرافي. ادخله الفرن. ونقدر بقى نروح لفاصل. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني. استنوا.